بسم الآب أبينا الروح القدس إله واحد آمين. أخوتي الأحباء، قراءة آية اليوم هي من إنجيل يوحنا 17 عدد 15. الكتاب المقدس يعلمنا يقول: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. آمين. مبارك اسمك يا رب. هنا الرب يسوع يتكلم عن حماية التلاميذ. لو نقرأ من نفس الإصحاح، هو من إنجيل يوحنا 17، نقرأ شوية بهذا الإصحاح. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك مجدك ابنك الأبناء، إذا أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت إله حقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. آمين. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني ليعمل قد أكملته، والآن مجدني أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. طبعا أول مرة إحنا مسيحيين ملقبين كنا مسيحيين. وشيء ثاني اللي يتكلم عن مجد المسيح وعن عظمته بين الناس، لا يخوف لا يخجل لا يستحى، هذا يعتبر تلميذ المسيح. يجي يوم راح نصعد كلنا للسماء مقابل سيد الرب، نقول له مجدتك على الأرض، وراح يسألك من ايش سويت لي، يعني كنت جوعان طعمتني وزرتني بالمستشفى، شنو انت سويت على الأرض؟ هاي الهدية أعطيت لك إياها، سويتها دبل، جبت خلصت نفوس إلي للمسيح. سو انت من عندك أجوبة، راح تجاوب شو سويت. أي شخص من يموت إلى من يولد إلى أن يموت، لو ما يجيب أي شخص للمسيح ما يعرف المسيح لأي شخص. أي شخص ما يتوب على إيده، هذا الشخص لمو والد بيسكلي أحسن. خنكمل على هذا النص الإصحاح الآية 6: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أني كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن كلامك الذي أعطيتني قد أعطيته، وهم قبلوا وعلموا يقينا إني خرجت من عندك، وآمنوا إنك قد أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتهم لي، لأنهم لا. يعني المسيح أجى من أجل الجميع، من أجل الكل، مات من أجل الكل، وقام من أجل أي واحد يؤمن في المسيح كمخلص ورب وإله. المسيح قال في مكان ثاني، قال: من خلالي تذهبون إلى الآب. يعني ماكو أي طريق ثاني، مثل ما يقولها بالإنجليش loophole للخلاص. خلاصك هو في شخص المسيح وأعماله. أي شخص ما يؤمن بالمسيح حتى لو أعماله ما تخلص. خلنا نرجع على سمونا نفس الآية ونتأمل فيها ونصلي. التأمل اللي يجي مع آية اليوم: يسوع بإظهاره لمحبته وعنايته بتلاميذه في الصلاة أمام الله، هو مثلنا العظيم. إننا يجب وينبغي ويمكن أن نطلب حماية الله الروحية لمن نحبهم. آمين. الصلاة تجي مع آية اليوم: أيها الراعي المحب الحنون، حارس السرب العظيم، من فضلك تمجد في حياتي، من فضلك احفظ الناس جسديا وروحيا الذين لدي تجاههم قلق عميق. يا رب يتمجد اسمك القدوس في افواهنا، في اجسادنا، في اعمالنا. نباركك ونعظمك يا يسوع، نباركك ونعظمك، لك كل المجد. امين. اخوتي الاحبه، تصبحون على خير، ونشوفكم فيديو ثاني باذن الله. رب يبارك.